أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج. الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 9 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 10 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى، أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي 0163 56 296. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء. أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى، الحلقة رقم 52. صباح الخير على كل طلابنا الأعزاء، صباح الخير على كل مدرسي الجيولوجيا على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي ببرنامج وندنو من الكمال. النهاردة إن شاء الله في الجيولوجيا هيبقى معنا حلقة خاصة، معنا أحد خبراء الجيولوجيا هيكون معنا في ضيافتنا النهاردة، الأستاذ إيهاب جابر. صباح الخير مستر إيهاب. صباح النور. صباح شرفتنا وتشرفنا كالعادة. ومعنا مستر محمد إسماعيل. شرفتنا مستر محمد. شرف لنا. صباح الفل. صباح الجمال. إن شاء الله حلقة ممتعة، ونتمنى إن كل طلابنا الأعزاء يستفيدوا بالحلقة إن شاء الله. تفضل مستر محمد. تفضل عزيزي. صباح الخير الاول، وتمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح. وهنكمل بس جزء صغير في الباب الاول. كنا احنا اشتغلنا في حقب الحياه القديمه وحقب الحياه المتوسطه. النهارده هناخد اخر حقبه اسمها حقب الحياه الحديثه. حقب الحياه الحديثه بيسميها حقب الثدييات، حقبه الثدييات، ودي في اصلها عباره عن عصرين صغيرين، العصر الثالثي والرابعي. احنا شفنا ان في حاجة اسمها السلم الجيولوجي. دايما في السلم بنضع الاحداث في مكانها. فاحنا عندنا عصرين صغيرين وفيهم 7 ازمنة. ازمنة. نفتكر بس الترتيب، كان ظهر، حقبة، عصر، زمن. بنبدأ كده بباليو ثم ايو. انا برتب من الاقدم للاحدث. أوليجو، مايو، بيليو، بليستو، وآخر زمن اسمه هوليو. وأنا باخد كلمة سين عامل مشترك، يبقى ما ينطقها ابننا ينطق كده باليو سين أيو سين أوليجو سين مايو سين بيليو سين بليستو سين هوليو سين. دي مجموعة أزمنة حقب الحياة الحديثة. ولدنا الحقبة الحديثة فيها كل اللي ظهر في الحقب القديمة بس حديث.
يعني عندنا زواحف حديثة، عندنا برمائيات حديثة، طيور حديثة، بس عندنا ثلاث حاجات ملاحظات. نباتات زهرية متطورة، أحدث حاجة في النبات الزهري يا مستر أحمد. وعندنا ظهور حيوانات رعوية في الحقبة الحديثة، في حيوانات رعوية زي الأغنام والماشية والماعز. كمان ظهر حيوان اسمه النيمولايت. النيمولايت ده أحد أنواع اللافقاريات وحية الخلية، أحد أنواع اللافقاريات وحية الخلية. كان نفسنا نجيب لهم حفرية النهاردة ليها، ولكن هو من أنواع الحديثة. فأنا إن شاء الله كده لازم ابننا يحفظ ترتيب الأزمنة عشان من الأقدم للأحدث. باليو أيو، أوليجو مايو، باليو بلستو، كله هايو. كل زمن جنبه كلمة سين، ده منطقنا. يبقى كده اختصار كلامنا، حقبة الحياة الحديثة اسمها حقبة الثدييات، مقسمة لعصرين صغيرين ثالثي ورابعي، وفيها سبع أزمنة قدامنا هم. احنا استفدنا ايه من الأزمنة الجيولوجية في السلم الجيولوجي؟ قال لي تقدم البحر ثم انحساره، فترة فيها ترسيب ثم فترة عدم ترسيب أو تعرية، هيطلقوا عليها العلماء باسم أزمنة عدم التوافق. يعني تلك الأزمنة لا تتفق مع تكوين الحفريات، ما تتفقش، يعني احنا ما نقدرش نقدر فيها عمر الزمن الجيولوجي بتاعنا. عشان كده أولادنا لما يدرسوا آخر جزء في الباب الأول اسمه أزمنة عدم التوافق، ابننا هو بيذاكر بقول له يعني ايه أزمنة عدم التوافق؟ يقول لي أزمنة عدم التوافق دي فترات حصل فيها تعرية، فترات تعرية أو انقطاع في طيار الترسيب، يبقى فترة تعرية أو انقطاع في طيار الترسيب. الفترة دي هتفصل بين مجموعتين من الصخور، تفصل بين مجموعتي من الصخور. قد تكون المجموعة الأولى من صخور رسوبية أفقية، وأنا أسميها ألف حديثة، أهي صخور رسوبية أفقية حديثة، صخور رسوبية أفقية حديثة. المجموعة الثانية ممكن تبقى من صخور نارية أو متحولة، فأنا أطلق عليها عدم توافق اسمه متباين، عشان في تباين في أنواع الصخور. المجموعة الثانية صخور رسوبية أفقية حديثة، تحتها صخور رسوبية قد تكون مائلة زي ما أنا شايف كده، وقد تكون الصخور الأفقية هي أيضا مائلة بس عكس الميل، مائلة بعكس الميل بتاعنا، فنسميه عدم توافق زاوي. وده ممكن نشوفه في الطيات، لما الاقي طية محدبة كده أو طية مقعرة تعلوها طبقات رسوبية، ده اسمه عدم توافق زاوي. طب دي طبقات حديثة، طب في أسفلها طبقات قديمة وحصل فترة إيه؟ تعرية أو انقطاع في طيارة ترسيب. فما جا رقم هتلاقي طبقة رقم 1 2 3، دي 5 و6 و7، فين طبقة رقم 4؟ مش موجودة. يبقى هنا في انقطاع، فسموه عدم توافق انقطاعي. يبقى أنا عندي عدم التوافق كم نوع؟ ثلاثة، يا متباين بين صخور رسوبية حديثة وصخور نارية أو متحولة. جميل. يا عدم توافق زاوي بين مجموعتين من صخور رسوبية، الأولى أفقية والتانية مائلة، أو الاتنين مايلين عكس بعض. عدم التوافق انقطاعي بين مجموعات من صخور رسوبية كلها أفقية، ولكن حصل انقطاع في الترسيب أو تعرية. وهنا هما بيدلونا على عدم التوافق إزاي؟ وجود ميل في الطبقات، وجود كونجليمرات، وده عبارة عن حصى مستدير فوق عدم التوافق، فوق الطبقة اللي فيها عدم التوافق، أو اختفاء محتوى حفري. حصلت كوارث طبيعية، زلازل، براكين دمرت المحتوى الحفري، هقدرها ازاي يعني؟ وجود تراكيب جيولوجية زي الفوالق، فواصل، الطيات، أو عروق، ودي إن شاء الله في الباب الثالث هناخد فيه عروق، هتلاقي فيه طبقات فيها عروق وطبقات ما فيهاش عروق.
ده اسمه عدم توافق. يبقى كده ابننا عرف ان فتره عدم توافق هي فتره ايه يا استاذ ايهاب؟ او انقطاع في تيار الترسيب تفصل بين مجموعتين من الصخور. انا بحدد مجموعات الصخور رسوبيه وناريه او متحوله، بس اسمه عدم توافق متباين. رسوبيه ورسوبيه بس فيهم اسفلها مائله، او الاثنين باين عكس بعض، يبقى ها زاوي. وفكر تاني اهو، واضح مع الطيات دايما نجيبها مع الطيات. تركيب جيولوجي. نعم، هو تركيب جيولوجي وكمان في ميل في الطبقات. كمان عندنا عدم توافق انقطاعي، حصل انقطاع في تيار الترصيف في احدى الطبقات او تعريه، ثم تكونت طبقات حديثه اللي هي طبقات الف، فسمي عدم توافق انقطاعي. كده يبقى احنا نهينا الباب الاول جيولوجيا، وهيكون زميلي واخويا وحبيبي وصديقي استاذ ايهاب جابر معلم كبير جيولوجيا في بنها، هيقدم لنا مقدمه الباب الثاني المعاد ان شاء الله بالتوفيق. اشوفكم على خير ان شاء الله، فاصل ونرجع لبعض. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج. الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 9 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 10 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى، أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي 0163 56 296. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج. الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 9 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 10 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى، أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي 0100
63 56 296. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء. رجعنا لكم تاني والجيولوجيا للثانوية العامة مع مستر إيهاب جابر. اتفضل يا مستر إيهاب. صباح الخير عليكم. بالنسبة للباب التاني بيتكلم عن المعادن. طبعا لازم كلنا نبقى عارفين المعادن دي أهميتها إيه في حياتنا. عشان كده يجب على الإنسان التعرف على المكونات المعدنية للقشرة الأرضية. ناس كتير بتتخيل منهج الجيولوجيا ده حاجة غريبة ملوش استعمال لأنه أول مرة نتعرض ليه في الثانوية العامة. نشوف منطقة زي أسوان فيها خام اسمه الهيماتايت موجود في أسوان بكميات كبيرة وده بيستخدم بنصنع منه الحديد وغيرها وغيرها وكتير جدا. فيجب على الإنسان التعرف على المكونات المعدنية للقشرة الأرضية كي يستفيد من خيراتها على أتم وجه ويتقي شرورها. زي ما أستاذ محمد قال إن في زلازل وبراكين، ما احنا نقدر ندرسها ونقدر نتنبأ بحدوث الزلزال أو البركان. هو البركان يعني رحيم شوية بينا، بيدي إنذارات بتقعد فترة طويلة غير الزلازل خالص. معرفة الإنسان بالمعادن قديمة، عرف الإنسان المعادن منذ قديم الأزل. إنسان العصر الحجري استخدم الحجر الصوان في صناعة السكاكين والحراب وأسلحة الدفاع عن النفس، واستخدم الأصباغ المعدنية اللي هي الهيماتايت والليمونايت للرسم على الجدران والكهوف، وصنع الفخار من الطين بعد اكتشاف النار. القدماء المصريين استخدموا الأحجار الكريمة زي الفيروز والجمشت والملاكايت والزمرد. ما توقفش الموضوع على كده، لا، استمر معانا حديثا بقى. المعادن بتستخدم في الصناعة زي الكالسايت، الكوارتز، الفلسبار، أكاسيد الحديد. الكالسايت مش حاجة غريبة، الحجر الجيري اللي هو اللي معمول منه الاهرامات او في هضبه المقطم اللي لسه استاذ محمد كان بيتكلم على الحفريه بتاعه النيمولايت مكونه عندنا قمه المقطم. الكالسايت بيستخدم في صناعه الاسمنت، والكوارتز اللي هو الرمل معايا في صناعه الزجاج، والفلسبار في صناعه الخزف، واكاسيد الحديد اللي هي الهيماتايت. الهيماتايت واللومنايت اصباغ معدنيه. أكاسيد الحديد اللي هي الهيماتايت والماجنتايت صناعة الحديد والصلب اللي هو أساس الصناعات كلها، البناء وصناعة السيارات وغيرها. الكالسايت يا مستر في صناعة الأسمنت. الكالسايت أسمنت في الحجر الجيري والرخام. أما بيتحول تمام. في الباب الثالث الطلبة هتاخد إنه بيتحول. ده مستر اللي هو كربونات النحاس المائية مالكايت. تمام. لونه أخضر وده في الحلي والزينة. ومن معادن الكربون. نعم نعم. شكراً مستر، ربنا يبارك لك. طيب. نيجي بعد كده في عندي معادن عنصرية ومعادن مركبة. المعادن العنصرية دي بتتكون من عنصر واحد، حاجة بسيطة زي الحديد، النحاس، الرصاص، البلاتين، الماس والجرافيت. الجرافيت سن القلم الرصاص، عشان كده في شباب بيجوا على حيطة او حاجة وياخد الجرافيت ويعمل رسمة جرافيتي، يعني مش حاجة غريبة عن حياتنا. والماس والجرافيت الاتنين بيتكونوا من عنصر الكربون. المعادن المركبة دي غالبية المعادن، ودي بتتكون من اتحاد كيميائي بين عنصرين زي ما احنا عارفين من قبل كده، حسب قوانين الاتحاد الكيميائي الخاصة بالروابط زي كلوريد الصوديوم، زي ثاني أكسيد السيليكون،
تبع القوانين اللي احنا درسناها قبل كده بتاعت الاتحاد الكيميائي دي. معظم المعادن المركبه السيركون ده اللي هو الكوارتز يا مستر. ده اللي هو الرمل او الكوارتز، وده الهالايت ملح الطعام اللي هو في صناعات الزجاج. تمام. وده كلور الصوديوم ده اللي هو الهالايت. تمام. اللي هو الملح الصخري هناخده بقى بكذا اسم بعد كده. ملح الطعام، الهالايت، كلوريد الصوديوم، الملح. زي ما في مستر في معدن عنصري في صخر عنصري، زي ما قلنا صخر الحجر الجيري اللي هو من معدن الكالسايت. تمام. بيكون من معدن ايه؟ زي ما في برضو معدن مركب هنتكلم عليه، في صخر مركب. طيب في صخر بيتكون من معدن واحد، وصخر بيتكون من عدة معادن. صخر بيتكون معدن واحد، الصخر ده هو الحجر الجيري، وبيتكون من معدن الكالسايت. الصخر بيتكون من عدة معادن، الجرانيت، وده بيتكون من ثلاث معادن، مايكا وكوارتز وفلسبار. وده بيبقى موجود في مداخل العمارات، في معظم المباني بيبقى صخر لونه رصاصي او بني، وبيبقى فيه ثلاث معادن، المايكا بتبقى شكلها اسود كده، وبيبقى رصاصي او بني الفلسبار، والكوارتز بيبقى فص فيه، والجرانيت هنعرف ان هو من اهم احجار الزينه قدام شويه. طيب الحجر الجيري ممكن يتحول رخام يا مستر بالحراره، الباب الثالث في عمليه التحول، وبرده نفس المعدن اللي هو الكالسايت. تمام. والجرانيت بيتحول لنايس. في تحولات دي كلها في الباب ايه؟ تمام. في الباب الثالث ان شاء الله. طيب ايه هو المعدن بقى؟ احنا عمالين نقول المعدن المعدن المعدن. المعدن بمنتهى البساطه الوحده الاساسيه لبناء الصخر. طيب احنا لسه قايلين الحجر الجيري بيتكون من معدن ايه؟ كالسايت. الكالسايت. وان الجرانيت بيتكون من ثلاث معادن وهكذا. نعم. المعدن الوحده الاساسيه لبناء الصخر. بس بالنسبه للراجل بتاع الجيولوجيا، المعدن بالنسبه ليه ايه؟ لازم يتوفر في المعدن مجموعه شروط. المعدن للجيولوجي او للجيولوجي المتخصص يجب ان يكون ماده صلبه غير عضويه، يعني أصلها مش نبات أو حيوان زي البترول والفحم. تتكون في الطبيعة. أنا ما جيش يا مستر واروح عامل تجربة تبادل مزدوج وطلعت كبريتات نحاس. طب ده مركب مخلق في المعدن، في المعمل، ما يعتبرش معدن، لازم يبقى في الطبيعة. له تركيب كيميائي محدد وشكل بلوري مميز. يبقى أنا عندي المعدن لازم يتوفر فيه الشروط دي. طب نشوف في حاجات ممكن ما تتفقش في الطبيعة مع الكلام ده. الفحم. الفحم صلب بس عضوي، بيكون في الطبيعة، ليه تركيب كيميائي محدد. أيوة، الفحم اللي هو الكربون لسه كاتبينه، اللي بيكون الماس والجرافيت. ليه شكل بلوري مميز؟ لا، ملوش شكل بلوري مميز. يبقى معنى كده ان الفحم لا يتفق مع تعريف المعدن في شقين، اللي هو عضوي ملوش شكل بلوري مميز. طب البترول يعتبر معدن؟ نشوف، البترول سائل وعضوي، بيكون في الطبيعة، ملوش تركيب كيميائي محدد، ملوش شكل بلوري مميز، لان فيه مجموعة من انواع النفط كل نوع له تركيب كيميائي حسب سلسلة الهيدروكربون. طب نشوف الجليد الطبيعي، هيعتبر معدن؟ نعم. صلب؟ نعم. غير عضوي، ميه H2O، بيكون في الطبيعه، ليه تركيب كيميائي محدد، ليه شكل بلوري مميز، يبقى الجليد الطبيعي يعتبر معدن. كده المركبات المخلقه في المعامل مش معدن. بالظبط. يعني لو جبنا قرص سبرين، برشام، كلام من ده، اي شيء في المعمل، مركبات المخلقه في المعمل، في المعامل كلها مركبات، انه من صنع الانسان. ايوه، ما تعتبرش معدن. نعم. رغم ان فيها كل الشكوك، بس هي ما اتفقتش في ده، يبقى خلاص. نعم. طيب الانسان عرف كم معدن؟ الانسان عرف أكتر من 2000 معدن، بس المعادن الاقتصادية عددها كام؟ عددها 200 معدن بس اقتصادي. الجدول الدوري اللي فيه العناصر فيه أكتر من 100 عنصر، عندي 8 عناصر بس
بتكون 98.5% من صخور الارض. جدول الدوري فيه اكتر من 100 عنصر، 118 فيهم 8 بس من 118 بيكونوا 98 من صخور ارض. اكثر هذه العناصر انتشار الاكسجين بيمثل 46.6%، وبعدين السيليكون والالومنيوم، حديد، كالسيوم، صوديوم، بوتاسيوم، مغنيسيوم 2.1%. اكثر العناصر انتشارا مين؟ الاكسجين. اقل العناصر انتشارا 46.6%. في مجموعات المعادن بقى ناخد بالنا، معلش، العناصر اللي في الجدول الدوري، المجموعات اللي هي المجموعات الذرية شباب اللي انتوا خدتوها في الكامل، اكثر مجموعات المعادن انتشارا مجموعة السيليكات، وبتضم معادن زي معادن الجرانيت اوليفين وبيروكسين وغيرها. يا مستر قال كده 98% الثمان عناصر دول، وبقية العناصر 1.5%. يعني لو جبنا مثلا ذهب، فضة، حديد، اي حاجة غير الثمانية دول، اي عنصر غير دول، يبقى اقل من 1.5. تمام يا مستر. اكثر مجموعات المعادن انتشارا السيليكات معايا، ويليها الكربونات، اكاسيد، كبريتيدات كربونات، وتنتهي بالعناصر المنفردة. طيب ممكن نوضحها يا مستر؟ السيليكات، السيليكات اللي هي بتضم الاوليفين، بيروكسين، امفيبول، فلسبار، مايكا، كوارتز، والصوان هندرسه في الباب الثالث اللي هو من صخور السيليكات. انا وبعد كده الكربونات اللي هي المالاكايت، زي كربونات المالاكايت اللي لسه استاذ محمد قايله معايا، وعندي كالسايت، كالسايت كربونات الايه، وعندنا الدولومايت، والدولومايت الاكاسيد زي الهيماتايت والماجنتايت، مجموعات الحديد. تمام. ثم كبريتيد، كبريتيد اللي هي البايرات والسفرات والجالينا، ثم الكبريتات هندرسها في الباب الثالث اللي هو الانهيدرايت والجبس، والاثنين تمام عمليه تميز قريبين من بعض، كبريتات كالسيوم لا مائيه والبرايت، والجبس كبريتات كالسيوم مائيه، يعني ضفنا ميه الانهيدرايت بقى جبس، ومجموعه واحده اسمها مجموعه الكبريتات. هيبقى ده في الباب ال، يبقى احنا عندنا الخامس المجموعات الخامس. حاضر. تمام. المجموعات دي واحنا بنشتغل في الباب الثالث هلاقي قدامي كلها. في الباب الخامس الجزئيه اللي استاذ محمد بيتكلم معانا فيها يا شباب، برضو عشان نبقى رابطين المعلومات كلها ببعض، التميؤ ده هيتاخد في الباب الخامس، الانهيدرايت بيتحول لجبس. تمام. باكتساب الميه. تمام. طيب عندي البلوره، جسم هندسي مصمت. يعني ايه مصمت؟ مش فارغ من جوه، مملوء، له اسطح مستويه خارجيه تعرف بالاوجه البلوريه. لو سمحتوا بالنسبه لموضوع البلوره، انا عايز وانا بذاكره ما ذاكروش موضوع مصمت كده، لا ده حاجه في حياتي، يعني ممكن الريموت او الموبايل او اي حاجه موجوده اعتبرها اكنها جسم بلوري وابتدي ان انا اتعامل معاها. مش هيبقى الموضوع عباره عن تلقيم وحفظ، لازم افهم هي عباره عن ايه بمنتهى البساطه. الفكره بسيطه جدا لو انا قدرت ان انا اربطها بحاجات موجوده في حياتنا كلها. لو اعتبرت ان ده جسم هندسي وهنعرف بينتمي لاني فصيله، جسم هندسي مصمت له اسطح اهو، واحد اهو، الثاني اهو، الثالث اهو، الرابع، الخامس، السادس، الزهره بتاعه اللعب، جسم هندسي زيها كده له اسطح مستوى خارجيه تعرف بالاوجه البلوره. طيب في فرق يا مستر بين البلوره والشكل البلوري؟ طبعا. الـ لو هو طلب مني الاوجه البلوريه بس، اسطح مستوى خارجيه من البلوره. تمام. ممكن يجي معلومه من قلب الموضوع ويطلبها. تمام. الهيكل البنائي للمعدن اللي هو بيكون الشكل البلوري. طب ما ناخد مثال، عندنا كلوريد الصوديوم الهالايت، واعتقد ده احنا درسناه في المرحله الاعداديه، بيكون من ترتيب ايونات الصوديوم الموجبه والكلور السالبه في نظام هندسي بيديله الشكل البلوري المميز. اخطر شيء في الساينس كله هو الشكل البلوري ده. ليه؟ قال ان الشق الاساسي لتعريف المعدن هو ماده متبلره،
نشوف التبلور ده بيعمل ايه. قال لي بيتحكم في شكل المعدن وخواصه الطبيعية وخواصه الكيميائية. ما شاء الله كل ده من نظام البلوري. ايوه طبعا بيتحكم في شكل المعدن. يعني لما نيجي نتكلم عن معدن نقول قابل للترك والسحب، بيوصل حرارة بيوصل كهرباء، ينفصم او لا ينفصم، او الكلام ده كله هندرسه، ده بيعتمد على النظام البلوري. طيب يعني الصوديوم NaCl وكلور الصوديوم اللي هو معدن الهالايد ده اللي هو عنده البلوره المكعبه دي، تمام، جه من ترتيب ذرات عناصر الكلور والصوديوم مع بعض فعمل الشكل البلوري ده. تمام. الشكل ده حدد الخواص معدن الهالايد، سواء خواص طبيعيه فيزيائيه او كيميائيه، وحدد شكل العالم. يزف الميه، يزف الموجبات القطبيه، او يزف العضويه، او يزف اي شيء. يبقى كده اي شيء خاص باي حاجه في اي معدن. تمام. يعتمد على كلمه. يبقى لو قال لي عرف الشكل البلوري، قال له شكل ينتج من ترتيب ذرات عناصر المعدن في ترتيب معين. عندنا مثال. تمام. كلوريد الصوديوم. مثال عندك كلوريد الصوديوم. NaCl. بيقوم من ترتيب ايونات الصوديوم الموجبه والسالبه في نظام هندسي اللي هو المكعب. تمام. عشان ندرس البلوره لازم يبقى عندي حاجات، قلنا في البيت عندنا في ادوات ممكن نستعملها، في حاجات بسيطه جدا ممكن نشوفها مع بعض هتسهل لي فهم البلوره. عشان ادرس البلوره لازم اعرف ان في محاور وفي زوايا ولا اي حاجه خالص. المحاور، لو احنا جبنا ثلاث قطع بالمنظر دول، لو الثلاث عيدان كبريت ادي المحاور. لو المحاور متساويه معايا، لو المحاور متساوية بسميها A1 و A2 و A3. طيب لو المحاور مختلفة في الطول فبسميها A B C. يبقى لو المحاور عندي متساوية بسميها A1 و A2 و A3، لو مختلفة A و B و C. يبقى المحاور حاجتين، متساوية هتسمى A1 و A2 و A3، لو مختلفة هتسمى A B C. والزوايا ألفا وبيتا وجاما. لو الزوايا متساوية بيقصد بالتساوي بتاع الزوايا إنها متعامدة معايا، يبقى ألفا بتساوي بيتا بتساوي جاما. طب لو هي غير متعامدة لا تساوي بيتا لا تساوي جاما. عندي كام نظام بلوري، هو بقى ده اللي انا عايز اركز فيه كويس قوي وسهل جدا. وانا بذاكر الكلام ده لازم يبقى معايا حاجة بستعملها. عندي 7 انظمة بلوري: مكعب، رباعي، معيني قائم، احادي الميل، ثلاثي الميل، السداسي، الثلاثي. استاذنك يا مستر قبل ما تكمل، احنا كده البلوره عندنا جسم هندسي مصمت له اسطح خارجيه مستويه تعرف بالاوجه البلوريه. تمام. ممكن من حياتها من خلال التعريف بالمحاور والزوايا نقول ان البلوره ماده متبلره لها محاور وليها زوايا. اكيد طبعا. ممكن ابننا يخلي باله لها محاور ولها زوايا، لان المعدن في شقه الاساسي كان ماده متبلره يحكمها نظام بلوري ولها تركيب. بالماده لها تركيب لها نظام بلوري محدد، اما البلوره لها محاور ولها زوايا. تمام. عشان ما يخلطش الامر عليه. لا طبعا، ماده متبلره لها محاور وزوايا تبقى بلوره، ماده متبلره لها تركيب ولها شكل يبقى معدن. تمام. الانظمه البلوريه السبعه دول فيهم هدية جميلة جدا لنا، ان البداية بتاعتهم مش اول كلمتين، بداية الموضوع كله متشابه جدا. تشتمل البلورة في السبع انظمة على 3 محاور. نشوف المكعب معايا، ادي الثلاث محاور. الثلاث محاور بتوع المكعب بيتميزوا بايه؟ انهم متساوية، بصوا معايا كده، متعامدين مع بعض معايا. يبقى النظام المكعب تشتمل بلورة على 3 محاور. ايه يا شباب؟ متساوية ومتعامدة. علشان كده المكعب ده بيتميز بانه بيحتوي على اكبر قدر من النظام البلوري. تمام. ازاي؟ ان لما نشوف المكعب بتاع اللعب، بتاع الظهر بتاع اللعب،
الشكل الهندسي الوحيد لما برميه بيجري زي الكوره، ده دليل على ان التماثل فيه عالي جدا. نعم. تمام. طيب معلش، احنا قلنا ان السبع انظمه كلهم بيبداوا بايه؟ تشتمل بلور على ايه؟ ثلاث محاور. ثلاث محاور بلوريه. الاختلاف بقى هنا ايه؟ متساويه ومتعامده. متساويه يبقى ايه؟ 1 بيساوي ايه؟ 2 بيساوي ايه؟ 3. متعامده يبقى ايه؟ الفا. الفا بتساوي ايه؟ بيتا. بتساوي ايه؟ جاما. تمام. وكده تعتبر اكثر البلورات تماثل. تماثلا. واكثر عناصر. هي المكعبه. التماثل فيه ليه؟ لتساوي المحاور والزوايا. تمام. زي الاجابه منه. زي الاجابه في الصوديوم اللي احنا شفناه. هاجي على الرباعي. عشان اذاكر الرباعي عندي اشكال هندسيه كتير جدا في البيت بتميل للرباعي، زي العلبه بتاعه دواء الكحه موجوده عندنا دلوقتي كلنا، العلبه الكرتون. تشتمل البلوره على ثلاث محاور. محورين متساويين، ده وده، هيبقى A1 وA1، والثالث يختلف A2 B، A1 وA2، والثالث يختلف وجميعها متعامدة. وجميعها ايه؟ متعامدة. يبقى هو ممكن يديني الشكل ده كده اهو، يروح جاي عامل لي كده B، وهنا A1 A2، ويقول الشكل ده ايه. خلاص انا هقراه بقى ان في اتنين متساويين والثالث بيختلف. طب الشكل المجسم اللي بره ده عشان احكم على الزوايا ان كلها متعامدة. تمام. يبقى الرباعي تشتمل بلور على ثلاث محاور بلوري مالها محوران متساويين والثالث يختلف في الطول ومتعامدة. خدوا بالكو متعامدة. يبقى أنا عندي نظامين فيهم تعامد. حاضر. المعين القائم تشتمل البلورة على ثلاث محاور بلورية. يا مستر انت ما قلت لناش هو شبه ايه؟ شبه علبة الكبريت زي كده. تمام. تشتمل البلورة على ثلاث محاور بلورية او شبه الموبايل بتاعنا، غير متساوي. ثلاث محاور مختلفة الطول ومتعامدة. طب نشوفها مع بعض. تمام. ادي محور اهو. ايه؟ اللي هو ده اهو، المحور اللي هو الضلع يا شباب. تمام. واحد اهو والتاني اهو بي او معايا، والتالت اهو سي اللي هو ده مختلفة الطول. آه. يشتغل معايا الموبايل، يشتغل معايا المسح بتاع السبورة، الريموت. تمام. حاجات كتير جدا تشتغل عليها. ثلاث محاور مختلفة الطول ومتعامدة. لا. يبقى أنا كده عندي كام نظام متعامد؟ ثلاثة. ثلاثة. يبقى ما يجي يقول لي يشتمل النظام المكعب والرباعي والمعين القائم على زوايا أو يتشابه في الزوايا إيه؟ متعامد. المتعامد. أحادي الميل مش جديد وثلاثي الميل مش جديد. لا. ما نبدأ من مكان موقفنا. المعين القائم هو اللي بينتج لي احادي الميل وثلاثي الميل، بمعنى ان احادي الميل بيشتمل على ثلاث محاور بلوريه مختلفه الطول، وثلاثي الميل ثلاث محاور بلوريه مختلفه الطول. يعني لما يقول لي ثلاث محاور بلوريه مختلفه الطول انا مش هقدر اجاوب، لان انا معايا ثلاث احتمالات. اول احتمال انها تبقى متعامده، وبالتالي هيبقى معين القائم. احادي الميل هيبقى ثلاث محاور محوران متعامدان. يا مستر انت لسه قايل محوران، لا متساويين. متساويين غير متعامدان. بنقول محورين متساويين ده الربع، محورين متعامدين يبقى ده احادي الميل، والثالث يميل عليهما. طب هو قال لي ان المكعب ده بيميز او هو بيتميز باكبر قدر من التماثل، من التماثل او النظام البلوري. نعم. احادي الميل بيميز غالبيه المعادن. نعم. يعني لو هو اداني نظام لمعدن، النظام ده مش عليا انا، عندي مثلا الهالايت مكعبي، وجي يقول لي السفرايت النظام بتاعه البلوري ايه؟ خلاص طالما ما عرفوش يبقى احادي الميل.
معظم المعادن، معظم المعادن او غالبيه المعادن تنتمي لاحادي النيل. تمام. طب ثلاثي النيل برضه هو ابن المعيان القائم، المعيان القائم علبه الكبريت مخلف لاحادي النيل لو في واحد مميل. طب مختلف معايا ثلاثي النيل ثلاث محاور مختلفه، مختلفه وغير متعامده، متعامده. يجي بقى اخر نظامين السداسي والثلاثي. نعم. دول عبارة برضو نفس النظام رغم اختلافهم عن بقية الأنظمة، إنهم عبارة عن ثلاث محاور متساوية. أنت لسه قايل لنا إن الثلاث محاور متساوية ومتعامدة ده المكعب. تمام. نعم. لا دول ثلاث محاور متساوية أفقية، أفقية بالمنظر ده، متساوية في الطول وتتقاطع مع بعضها في زوايا متساوية، مش ممكن تبقى متعامدة. ناخد بالنا دي غلطة الطلبة بيغلطوا فيها. ثلاث محاور أفقية بالوضع ده متساوية في الطول تتقاطع في زوايا متساوية ويتعامد معها محور رابع يختلف عنهم في الطول. نشوف كده غير بعضهم. تمام. وهو انت بتتكلم عن أي نظام؟ بكلمكم عن آخر نظامين السداسي والثلاثي. ثلاث محاور مختلفة متساوية تتقاطع في زوايا متساوية ويتعامد معها محور رابع. نعم. المحور الرابع ده سداسي، بمعنى هيديني هنا وجه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة، يبقى سداسي. فهنا سداسي التماثل. معايا؟ طب الثلاثي لا مش هيديني ستة اوجه، هيديني تلاتة. يبقى في السداسي التلات محاور متساوية يتعامد معها محور رابع عمودي او رأسي لو سداسي بيدي ست اوجه سداسي. لا. يبقى ده النظام السداسي، وهنا هيبقى ليه مستوى تماثل افقي، والثلاثي ثلاثي. ايه التماثل الافقي؟ ايوه نشوف مع بعض كده. لو خدت الشكل ده التماثل الافقي هنا وهنا في الاثنين دول. طب لو جبنا معلش علبه دواء كحه من البيت كده ورحنا حاطينها كده، ادي الافقي والافقي. لما بص في الافق في الاثنين هلاقيه مربع، ادي التماثل الافقي. ده زي ده وده زي ده. عشان كده في سؤال يقول لي ايه لما المعين القائم يدور قدامك الوجه بيكرر كم مره؟ مرتين اهو. طب المكعب لما يدور قدامي هيكرر اربعه، والمعين القائم يكرر اربع مرات. طيب ده بالنسبه للايه؟ للسداسي والثلاثي. السداسي ليه مستوى تماثل افقي. تمام. الثلاثي ملوش مستوى تماثل افقي. السداسي يا شباب تشتمل باللور على ثلاث محاور أفقية متساوية، متساوية في الطول وفي الزوايا، وتتقاطع في زوايا متساوية ويتعامد معها محور رابع غير متساوي. والثلاثي زيه بالظبط. الاختلاف هيبدأ هنا. السداسي المحور الرابع باسمه سداسي، محور رابع سداسي مع وجود تماثل أفق، عامل زي خلية النحل بس طويلة او قصيره. معايا؟ آه. الثلاثي المحور الرابع الثلاثي. أيوة. ولا يوجد تماثل افقي. تمام. معايا؟ مستوى التماثل بيقسم بالدور نصين متماثلين تماما. تمام. مستوى التماثل بيقسم بالدور نصين متماثلين تماما. في حاجه اسمها محور تماثل يا مستر؟ طبعا في الاسئله اللي هتنزلها وهنعرضها هتوضح كل النقط دي. تمام. احنا بنعرض بس جزئيه. حضرتك عرضت المحور من شويه اللي هو المحاور. المحور بتدور حوالي الحروف والاركان والاوجه. تمام. وهنا بيتكرر التكرار مع الدوران. يبقى المحور بتدور حوالي حروف واوجه واركان. تمام. اما المستوى يقسمها نصفين متماثلين تماما في جميع اجزاء. تمام كده؟ ماشي. تمام. اتفضل نشوف مع بعض الاسئله بقى. تمام. اتفضل يا استاذ رياض. يا ريت المخرج الجميل بتاعنا يجيب لنا الاسئله للاستاذ اللي فاضل محضرهالنا للطلبه بتاعتنا. نشوف مع بعض كده الصفحه رقم واحد. سؤالنا الاولاني كده بيدور حوالين الحقب، بيقول تبعا للسجل الجيولوجي للحفريات فان الكائنات التي بدات في الظهور اولا، يعني اول الكائنات اللي ظهرت يعني في الحقبه القديمه، اكيد الطيور ما كانتش من الحقبه القديمه ولا الزواحف العملاقه ولا الثدييات، يبقى من الطبيعي هيكون معانا الاسماك، ودي كانت بدايه ظهورها في العصر السيلوري. تمام. هي اول فقريات. تماما يا مستر. بتكون طبقات الفحم يا مستر ايهاب، طبقات الفحم دي في العصر الايه؟ الكربوني. وده من الحقبه القديمه اللي هي الاشجار الحرشفيه والصراخس. تمام. يبقى حقبه الحياه القديمه
للاختيار الثالث هي حجمة الفحم في العصر الكربوني. تمام. السؤال الثالث يا مستر، وجدنا تتابع رسوبي طبقات السفلية مايلة، السفلية مايلة، احنا قلنا الكلام ده قبل كده. لسه مستر محمد عاملها. ايوه. ورسم تحتها طية. تمام مائلة، والعليا افقية في التركيب، طبعا يبقى اسمه عدم توافق زاوي. تمام يا مستر. وجدنا طبقات بتحتوي على حفرية النيمولايت، قلنا النيمولايت ده من الحقبة الحديثة. تمام. تحتوي على حفريات الامونيات، يعني هي فوق وتحتها حفريات امونيات. تمام. امونيات دي حقبه الحياه المتوسطه، الامونيات اللي هي القواقع العملاقه في العصر الترياسي. تمام. يبقى كده هو فقد عصرين، عصر الجوراسي وعصر طباشيري، يبقى حصل انقطاع في تيار الترصيف في تلك الفتره، عدم توافق. يبقى اسمه عدم توافق، عدم وجود انقطاع. عصر واحد على طول يبقى عدم توافق انقطاعي. حضرتك يا مستر المرو ده اللي هو الكوارتز. تمام. بيقول لي بيساهم في صناعه ايه؟ شفناها في صناعه الزجاج. اي اعمال زجاج هيكون معانا زي الاكواب الزجاجيه معدن الكوارتز او المرو. الجزئيه الثانيه اللي معانا السؤال رقم 5 الصفحه الثانيه، شوفها كده مع بعض. ايوه. السؤال رقم 6 مستر ايهاب اتفضل. اي انواع الصخور التاليه يتكون من معدن يستخدم في انتاج الاسمنت؟ يبقى صخور الحجر الجيري اللي هي بتتكب تحتوي على معدن ايه؟ الكالسايت لصناعه الاسمنت اللي هو كربونات الكالسيوم. صخر استخدم في الحروب قديما. معايا؟ هيبقى طبعا الصوار. تمام. معدن كربوناتي في الزينه. تمام. انا كنت بقول ان هو كمثال لمعدن المالاكايت اللي هو كربونات النحاس المائيه. في بعد كده هناخد في اللون اللي هو معدن لونه ثابت المالاكايت، كربونات النحاس المائيه لونه اخضر. تمام. عنصر غازي. عنصر غازي واخر صلب بيكونوا معدن بلوراته مكعبه الشكل. هيبقى طبعا الكلور والصوديوم بيكونوا معدن الهالايت اللي هو كلوريد الصوديوم. اللي هو كلوريد الصوديوم. تمام. كلوريد الصوديوم او الهالايت ليه مسميات كتير عندنا. نعم. يعني هو معدن الهالايت، كلوريد الصوديوم، ملح الطعام، ملح الطعام او الملح الصخري. نعم. والتسميه بتاع الملح الصخري ده تبقى في الباب الرابع. تمام يا مستر. المعدن المكون للرخام ينتمي الى، احنا قلنا ان الحجر الجيري بيتحول لرخام، والحجر الجيري كربونات، يبقى الاثنين مجموعه كربونات، والحجر الجيري والرخام الاثنين مجموعه كربونات، والاثنين تركيبهم كربونات كالسيوم، والاثنين بيتكونوا من معدن الكالسايت. في الباب الثالث هنعرف ازاي بقى بيفرقوا عن بعض في التركيب. يبقى هتنتموا لمجموعه الكربونات الاثنين كربونات. تمام. كل البلورات التاليه لها ثلاثه محاور ما عدا الثلاثي. طبعا الثلاثي او السداسي حضرتك لسه ناهي المحاور الوحيدين. تمام. اللي فيهم اربع محاور. تشترك فصيله المكعب والمعين القائم. ها وايه كمان يا شباب؟ ايوه والرباعي. والرباعي. ايوه. في تعامد ايه؟ الزوايا. تعامد زوايا تعامد المحاور. تعامد المحاور او تساوي الزوايا. تمام يا مستر، اللي هو الفا وبيتا وجاما 90 درجه. تمام. متعامد. احسنتوا اساتذتنا الافاضل في حلقه من الحلقات الممتعه. مستر ايهاب في نص دقيقه كده لو عندك اي رسائل سريعه للطلبه بتاعتك اتس اوكي اتفضل. يعني بنلاحظ من ولادنا ان فتره النوم عندهم، في ناس جايه على نفسها او فتره النوم، وناس مديه نفسها براح كتير او فتره النوم. فتره النوم هي متحدده من 6 ل 8 ساعات. انا واحد في علم علوم وضعي صعب، وضعي هيبقى صعب. يعني احنا شفنا السنه اللي فاتت المرحله الاولى من 400، ده في المقاييس العالميه ده دكتور مش طالب. فطبعا لازم ان فتره النوم اخد بالي منها لا تقل عن 6 لا تزيد عن 8. وطبعا لازم يبقى في طلبه بيبتدوا يتحركوا اليوم كله، بيبقوا ما كلوش طول النهار وكده، يجي تلاقي اخر اليوم الطالب اغمى عليه او وقع او حاجه. فلازم نهتم برضو ايه بصحتنا بحاجه بسيطه، يعني تنظيم الوقت بشكل جيد. الوجبات طبعا. مستر محمد اسماعيل، في اي تطورات في الورقه الامتحانيه بالنسبه لمواصفات الامتحان في الفتره الاخيره؟ ان شاء الله الامتحان كله يبقى في النظام الجديد اختياري وصح وغلط، وبس يكون اسئله بتعتمد على التركيز والذكاء، وده اللي احنا بنعتمد عليه في محاضراتنا مع اولادنا. يعني الولد يركز شويه في المعلومه، المعلومه ما تقتصرش على المعلومه الاساسيه في الكتاب، فيها توسع شويه، يربط المنهج كله ككل ببعضه يعني. كفكر يعني بحيث يبقى الولد عنده مدارك واسعه، وان شاء الله يكونوا موفقين جميعا. والمجاميع اللي بيتكلم عليها مستر هاب دي مش هتشوفها السنه دي خالص ان شاء الله تماما، لان الامتحان يعتمد على التركيز والفهم ولغو موضوع الحفظ وكثر التكرار في الكلام. فابننا النهارده من المحاضره كامله ممكن يطلع بمعلومات بسيطه جدا جدا جدا، زي ما مستر كان بيشرح ان عنده ثلاث بلورات محاورها متعامده، عنده ثلاث بلورات محاورها متساويه،
يبقى المعلومه سهله قوي، المتعامد مع بعض ومتساوي مع بعض ومع الاختلافات. عندي بلورتين ثلاثي وسداسي مثلا، الفرق بينهم ده ليه مستوى تماثل افقي، ده ملوش مستوى تماثل افقي، اصبح الدرس سهل في نطاقه. احنا بطلنا بقى نظام حفظ وتلقين وتكرار، يقعد واحد يحفظ ثلاث بلورات متعامده وغير خلاص الكلام ده خلاص انتهى. عايزين ولد فاهم واعي، دكتور متحضر عنده ثقافه كده، وربنا يوفقهم جميعا ونشوفهم بصحه وسعاده. واحنا سعداء بوجود مستر ايهاب جابر النهارده ومستر احمد طبعا وكل هيئه الاعداد، وربنا يوفقهم جميعا. شرفتنا استاذ محمد، شرفتنا مستر ايهاب، وتمنياتنا القلبيه لكل طلابنا الاعزاء بالتوفيق والنجاح دائما يا رب. شكرا لكم جميعا. شكرا.